بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد ومن اهتدى بهدي ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبنائي أبناء مدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة للبنين بالمستوى 12، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من تدريبات اختبارية. ومعنا اليوم تدريبات اختبارية على الوحدة النقاشية للصف 12. كما هو معلوم لديكم أن الوحدة النقاشية تتطلب أن يكون هناك وجهتي نظر إحداهما مخالفة للأخرى، ولكن كل من هذه الوجهات المختلفة عن بعضها تؤيد وجهة نظرها بأدلة وحجج، فلذلك هي نقاشية لأنها تدور في فلك موضوع يتم عرض وجهتي النظر فيه وحجج كل فريق. تعالوا معا نقرأ هذا النص التالي لكي نستعرض الأسئلة الاختبارية أو التدريبات الاختبارية عليه. عنواننا سيكون في هذا النص هو السفر عن طريق البر. يقول النص: لأن السفر وسيلة من وسائل التواصل بين الشعوب وأداة للترفيه أو الاستشفاء أو التعليم، فقد نال اهتماما كبيرا في المجتمعات كافة، وقد تنوعت أسبابه وتعددت طرائقه، فهناك السفر برا وجوا وبحرا، ولقد احتل السفر برا نسبة تكاد تفوق وسائل السفر الأخرى. وهنا فكثرت الآراء واختلفت حول مكانة السفر برا، وانقسم المجتمع إلى قسمين: قسم يرى في السفر برا الوسيلة الأفضل، وقسم يعارض السفر برا بشدة بل يدعو إلى الحد منه. أما المؤيدون فيرون أن للسفر برا مزايا منها: أولا، أنه أقل تكلفة من السفر بالوسائل الأخرى، الأمر الذي لا يجعله عائقا أمام محدود الدخل الذين هم بحاجة ماسة إلى السفر. ثانيا، يتيح للمسافرين التمتع بجمال الطبيعة وروعتها عن كثب، ويسمح لهم بالتعرف إلى أماكن جديدة، وهذا لا يتيحه السفر جوا. ثالثا، تكثر حوادث الطائرات، وخاصة عندما تكون الأحوال الجوية غاضبة، وهذا شيء يستطيع المسافر برا تفاديه حيث يرتاح عندما يجد الوضع غير مناسب لمتابعة سيره. نكمل: وفي المقابل، وهنا سيبدأ في عرض آراء المعارضين، وفي المقابل رد المعارضون على ما ذهب إليه الفريق الأول بقولهم: أولا، إذا اعترفنا بالتوفير المادي الذي يؤمنه السفر برا، فإننا لا يمكن أن نتغاضى عن اختصار الوقت والجهد الذي يوفره السفر جوا، فكل مسافر يبحث عن الراحة الجسدية. ثانيا، السفر برا يعرض المسافرين بنسبة كبيرة لتلك الحوادث المميتة التي سطرت على طريق البر، والتي قد يكون سببها السرعة والاستهتار، وهذا ما يسبب إزهاق الكثير من الأرواح. ثالثا، إن الأعطال التي تصيب المركبات المسافرة برا لا تحصى لأنها كثيرة، وهذا ما يؤدي إلى تكدير الرحلة وتأخير الوصول. ثم نجد في النهاية رأي الكاتب بقوله: أرى أننا في عصر السرعة، عصر اختصار المسافات، عصر التكنولوجيا والتطور، فلنستغل كل ما يريحنا ويؤمن لنا بلوغنا غاياتنا بطريقة سهلة سريعة. وكأنه يرى في هذا رؤيته التي يقولها فيها أنه يؤيد السفر عن طريق البر. تعالوا معا نتعرف على الأسئلة. السؤال الأول يقول: يكشف النص عن هدف يسعى الكاتب إلى تحقيقه، فما نوع هذا الهدف؟ هل هو توضيح أهمية السفر في حياتنا؟ أم مناقشة الآراء حول طريقة السفر؟ أم تقديم توجيهات ونصائح للمسافرين؟ أم طرح تفسيرات حول تعلق الناس بالسفر؟ القارئ لهذه الأبدال
يعرف تماما أنه نص نقاشي، فهو يعرض الآراء حول طريقة السفر، وبالتالي فالإجابة الصحيحة التي هي التي نحن بصددها هي باء، مناقشة الآراء حول طريقة السفر. نعم، تعالوا معا نرى السؤال التالي. يقول السؤال: ولقد احتل السفر برا نسبة تكاد تفوق وسائل السفر الأخرى، ما المعنى الذي يفهم من قول الكاتب في العبارة هذه؟ هذه العبارة ولقد احتل السفر برا نسبة تكاد تفوق وسائل السفر الأخرى، هل معناها أن تقدير الكاتب وإعجابه بالمسافرين برا هل توحي بهذا؟ أم المتعة التي تتحقق في السفر برا؟ أم كثرة المسافرين عن طريق البر؟ أم تجنب الناس وسائل السفر الأخرى؟ يا ترى ما المعنى الذي وراء هذه العبارة احتل السفر برا نسبة تكاد تفوق وسائل السفر الأخرى؟ معناها أن نسبة كبيرة من الناس يقومون بالسفر عن طريق البر، إذن فالكثرة هذه التي أوحتها هذه العبارة موجودة في جيم، نعم كثرة المسافرين عن طريق البر، وهي الإجابة الصحيحة. السؤال الثاني يقول: يتوفر النص على سمات بنائية خاصة بالنص النقاشي، ما السمة البنائية التي تحققت في هذا النص؟ أعتقد أن عندما يقول لي سمة بنائية فأنا أعلم يقينا أن النص النقاشي يعرض من خلال ثلاث أمور رئيسية: مقدمة، بعد طبعا عنوان النص، مقدمة تعرف بأهمية هذا الموضوع لماذا تختلف وجهات النظر فيه، ثم عرض يبين فيه الكاتب المواقف التي واجهت هذا الموضوع سواء كانت مؤيدون أو معارضون، يعني مواقف متعارضة، ثم يختم الكاتب بوجهة نظره التي ربما أن تكون مؤيدة أو معارضة، أو أنه يجمع ما بين الرأيين ويوازي بين الرأيين. فهذه السمة البنائية موجودة في أين؟ أين نجدها؟ في توظيف الصور البلاغية؟ أم توظيف الفعل المضارع؟ أم عرض المواقف المتعارضة؟ أم استخدام أفعال معبرة عن حدث؟ كل هذه ليست سمات بنائية، توظيف صور بلاغية، الفعل المضارع، استخدام أفعال، ليست سمات بنائية، وإنما السمة البنائية المتوفرة هي عرض، نعم الإجابة جيم، هي عرض المواقف المتعارضة. السؤال التالي يقول، وهو سؤال مقالي: بالرجوع إلى ختمة النص، وضح موقف الكاتب من القضية مبينا الدليل. هل الكاتب مؤيدا للسفر بالبر، معارضا للسفر بالبر، أم أنه يجمع ما بين الرأيين فهو محايد؟ فسوف نتعرف على موقف الكاتب في الخاتمة. عندما قرأت لكم النص في الخاتمة، ماذا كان رأي الكاتب؟ كان يؤيد السفر أم يعارضه؟ كان الكاتب مؤيدا للسفر بالبر، نعم، والدليل أنه قال قولا معينا، وهو تعالوا معنا نرى الدليل: استغلال السرعة والبحث عن الراحة هي الذي أراد من خلالها أن يؤيد الكاتب السفر للبر، السفر بالبر، وبالتالي استغلال السرعة والبحث عن الراحة التي يراها في السفر في البر جاءت تؤكد أو جاءت دليل على هذا الموقف الذي أراد أن يعرضه. إذن الأمور ليست بالصعوبة التي يمكن أن نراها، لأنك عندما تقرأ النص بشكل جيد تستطيع أن تتعرف على ما فيه. تعالوا معا نرى السؤال باء، ماذا يريد أن يعرض أيضا؟ تكثر حوادث الطائرات خاصة عندما تكون الأحوال الجوية غاضبة، هذا سؤال جديد وليس باء. تكثر حوادث الطائرات خاصة عندما تكون الأحوال الجوية غاضبة، هل الأحوال الجوية تغضب؟ هل هي إنسان؟ بين نوع الصورة الفنية ثم وضح أثرها في المتلقي. يبقى يريد مني شيئين، يريد مني أن يعرف نوع الصورة الفنية، ويريد أن يعرف أثرها في المتلقي. طبعا عندما يقول لي أن حوادث الطائرات تكثر خاصة عندما تكون الأحوال الجوية غاضبة، وكأنه جعل الأحوال الجوية إنسانا يغضب، طب أين كلمة إنسان في الجملة؟ لا توجد، فهي مشبهة به. إذن الأحوال الجوية تغضب مثل الإنسان اللي هي مشبهة به،
في حالة الغضب، فالمشبه به ليس موجودا في الجملة. إذن هذه الصورة بما أن المشبه به غير موجود هي استعارة مكنية أو مكنية. نعم أحسنت. كنا فيها عن المشبه به أي الذي أخفاه، وجاء بصفة من لوازمه وهي كلمة غاضبة لأنها صفة لازم الإنسان أو قد تكون من صفاته. لكن ما أثر هذه الصورة على المتلقي؟ عندما ينظر المتلقي لهذه الصورة بماذا يشعر؟ كيف يؤثر هذا المنظر أن يجعل الأحوال الجوية غاضبة؟ تعالوا نرى ماذا كتبنا. يقول أن هذه الصورة أراد من خلالها الكاتب إقناع القارئ بسفر البر وتنفيره من سفر الجو. فهذه الصورة وضحت كيف أن السفر بالجو شيء مزعج ينبغي أن ينفر هو الكاتب منه، وبالتالي جعل الأحوال الجوية تغضب وجعل الحوادث تكثر في هذه الحالة، وبالتالي هو أراد من خلال هذه الصورة أن يقنع القارئ بسفر البر وتنفيره من سفر الجو. أحبابي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم معنا في هذه الحلقة من تدريبات اختبارية على الوحدة النقاشية. أتمنى لكم التوفيق والسداد، مع تحيات قسم اللغة العربية بمدرسة عمر بن عبد العزيز الثانوية المستقلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.